في أربع أسباب ليش كل شخص مشهور ما عنده أصحاب، عايش لحاله، خلينا نعيشهم مع بعض. شايفين قدامكم شاب مشهور ماشي بأمان الله، إلا بيشوفه هالمتابع، المتابع بقرر يبدأ الحديث بطريقة شيقة، شو بيقول؟ برو مش أنت الشاب المشهور؟ هلا هون المشهور نحطه في محل لا يحسد عليه، إذا قال آه أنا المشهور، الناس حتفكره شايف حاله، إذا قال لا، الناس حتقول عنه إنه هو كذاب، شو بجاوب؟ صراحة ما بوصف حالي إني مشهور، بنزل فيديوهات. هيك صار شكله إنه ما عنده حتى ذرة ثقة بنفسه. طب بالله عليك بالله عليك، أنا أمي وخالتي كثير بحبوا يحضروك، عادي بس تصور لي أصورك فيديو وأنت بتحكي لهم مرحبا. أمك وخالتك بيتابعوني، شو بتحب أحكي لهم يعني؟ بس احكي أي شيء احكي. مرحبا خالته وخالته، وطى شوي الكاميرا. شكرا كثير إنكم تحضروني وبتتابعوني وكل التوفيق. خلص الحديث من أوله لآخره ما إله معنى، بس يمكن أصحاب الشاب المشهور هذا يهونوا الموضوع عليه. يو مان كيفك؟ هلا 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 عزيز وغالي، أنت بتعرف معزتك عندي؟ أي والله الله يسعدك. ولك مستعد أخذ رصاصة عنك، أنا موجود، أنا لو الدنيا كلها قلبت ضدك أنا موجود معك. أنت بس أنا يسعدك. موجود، بس عندي طلب واحد صغير، مشوار 10 دقائق بطريقك ما بياخذ كثير. لا انت معناته بدك تنزلني عندك انستغرام ستوري، اثنتين انستغرام بوست، واحدة تيك توك، اللي بالله سنابي بالوصف تبع اليوتيوب عندك. كل هاد هيكون مش عاجبك حبيبي، ما في اشي بهالدنيا مجاني، ما في اشي بهالدنيا مجاني، يا بترضى يا الله معك. خلص انسى انسى برو، يعطيك العافية. فعلا ونعم الصحبة، يا بدك اصحاب زي هيك يا بلاش. يمكن مشاهير تانيين يتعاطفوا معاه لانهم بحسوا بالالم تبعه، يمكن يحبوا يكونوا اصحاب معاه. يا هلا كيفك مان؟ اول شيء بصراحه كثير بحب فيديوهاتك، شغل كثير مرتب. خلينا شي يوم نروح نشرب لنا قهوه. طيب شوف حبيبي، اللي بده يصور معي السعر 10,000 دولار، بدك تصور مع قهوه، بدك تصور مع بيبسي، اللي بدك اياه 10,000 دولار. ماشي. لا لا برو انا معك، انا ما بدي اصور، بس حابب اتعرف عليك كشخص، انا حابب يعني بلكن صرنا اصحاب. يا حبيبي الله يرضى عليك، انا مش جاي عشان اصاحب، بكفي الناس اللي استغلتني بس عشان عندي متابعين وهيك، خلص بكفي. بدك تصور معي 10,000 دولار بتدفعهم قبل ما نبدا ونصور، بعطيك دقيقتين ثلاثه من وقتي، غير هيك الله معك. ما كان هيك قصدي، ما في داعي تعصب، خلص وريها لك. الواحد بطل عارف يشفق عليه ولا يعصب على هيك تعامل، بصير شو الشهرة عاملة فيها. والله يمكن نلاقي واحد في الشارع ما عنده مشكلة انه يحكي مع هذا المشهور. يا هلا يا هلا هلا والله، كيفك مان؟ يا ربي انا صار لي زمان نفسي بس احكي معك، اتعرف عليك كشخص، شو اخبارك برو؟ الله ربنا بعتك، ربنا بعت. طول اليوم انا الفلف بحاول ادور على حدا احكي معاه هيك. حبيبي شوف بديش اغلبك، هذا سي في ابن عمتي، بس خليه معك ودبر له شي شغل. لا اكيد لك معارفك انت، شو ما شاء الله قد الدنيا متابعين، خده. وهذا الله يسلمك علاج بنت صاحبي، والله ما مش قادرين عليه، واكيد انت ما شاء الله اعلاناتك بالملايين، فبعينك الله، بس هيك تميل عندهم على المستشفى وتساعدنا في الموضوع. واخر اشي يا غالي هذا البزنس كارد تبعي، خليه معك. بس يا اخي شو اسوي في الشغلات كلها، هذا احراج. لا ولا اشي، بس ترجع البيت اعمل منه نسخ، ومين ما بتشوف بس وزع هيك، اكيد بتساعدني يعني، اكيد انت بتتعرف على ناس كثير والهم يعني، فوزع يمين وشمال وبينك الله يعني. حبيبي ما بتقصر، يلا سلام سلام. الله تحفة هذا الزلمة، كل هاد وعلى اساس بده يحكي، فما بالك لو بده يطلب منك طلب. وهذا باختصار هو تلخيص الحياة الاجتماعية تاعت المشاهير، الاربع مواقف هاي بتتكرر مرة ومرتين وتلاتة، والدائرة الاجتماعية تاعت الشخص المشهور بضلها تصغر وتصغر وتصغر، لدرجة انه الناس اللي فعلا اصحاب هذا الشخص المشهور بنعده على الاصابع. ولما يجي المشهور بده يسكر باب الحياة الاجتماعية ويفكر في شغلات تانية، شو بيطلع بوجهه؟ مش انت هذاك المشهور؟ مش معقول كمية الناس اللي عم تمرق لما انا اجي اصور، والله اشي عجيب. حاطط اغراضي بالسيارة عشان ما اضلش اطلع وانزل على البيت، بس مين موجود هنا؟ صاحبنا مزارع، مش عارف حتى هاللقطة اصورها بدونه. يا ربي فين اصلا الابداع في التنكر؟ عليم الله ما عرفتوني. ها وحش وحش الابداع، غير جاكيتات ولبس طواق اليوم. هلا زين نكس. اوه 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 راح التليفون، راح التليفون.